عين على سهل على جبل على لاجئ بالعودة متيم، صبر على شوق على أمل قد بني هذا المخيم. عين الفوار التي أعطته اسمه، مخيم عين الفوار جنوب الخليل محطة للزائرين قصيري الإقامة. ففي الفوار نزلوا ولكنهم لم يفتحوا حقائبهم بالكامل، فالحقائب تفرغ بالكامل في بيوت أصحابها العائدين. سمعنا نداء المحتاجين في المخيم فلم نتردد لثانية، وحملنا ما بجعبتنا مما أعطانا الله، وباسم السيد الرئيس حملت المخيم صمود وعودة في مخيم الفوار. عيناك حلم الذي سيكون كبيراً كما يحلم المتعبون، كبيراً كخير بلادي. يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزاً إلى الجائعين، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزاً إلى الجائعين. أحب يديك، أحب يديك وأكثر أكثر، أحب بلادي. الأخ أحمد أبو عواد رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفوار، لو نحكي عن مخيم الفوار ماذا نقول؟ مخيم الفوار هو مخيم يقع جنوب مدينة الخليل، يبعد عن مدينة الخليل تقريبا 8 كيلومتر، عدد سكانه تقريبا 11,000 نسمة. مجمل السكان أو كافة السكان من اللاجئين الذين تم تهجيرهم من قرى محافظة الخليل، نعم، وبعض قرى غزة، نعم، الموجودين حاليا. عندنا بعض المشاكل بالمخيم بنعاني منها، بنعمل إنه إحنا بنعمل ليل نهار تقريبا على أساس إنه نحاول نتخلص منها. وضع المخيم بالنسبة للدخل المخيم تقريبا كان الاعتماد فيما مضى على العمل داخل الخط الأخضر، نعم، مع وجودكم أيضا من منطقة التماس مع الخط الأخضر. نعم صحيح، نعم. مع الإجراءات الأمنية المشددة اللي حصلت في الفترة الأخيرة طبعا صار في تأثير، نعم، سلبي جدا على موضوع الدخل، نعم، بالمخيم والعمالة بالمخيم. في نفست علينا شوي، خلينا نحكي بحثنا شوي، اللي هي مسألة وظائف السلطة، نعم، فيما يتعلق بالعساكر وبالموظفين المدنيين وإلى آخره، عملت يعني شوي خلت الناس تقدر تعيش يعني نوعا ما. طيب. إلا أنه يعني ما بتعرف رواتبهم مش صحيح في ظل ما يعانيه مخيم الفوار كباقي مخيمات الوطن والشتات. إلى أنه في ظل التقليصات المستمرة من قبل وكالة الغوث تجاه التزاماتها في المخيمات، كيف يستطيع مخيم الفوار أن يصمد؟ في ذكرك للوكالة، احنا نكاد نشعر بأن الوكالة غير موجودة تقريبا. عندنا مشاكل أزمة كثيرة جدا وتقع مسؤوليتها على عاتق الوكالة. ونشعر بعدم وجودها فعلا، بعدم تقديم هاي الخدمات فيما يتعلق بمواضيع النظافة ومواضيع متابعة الأسر المحتاجة، نعم، حتى قياسهم لمستوى خط الفقر قياس مختلف. بمعنى؟ عمليا بمعنى انه يعني تجد انه عائلات تحت خط الفقر 7000 درجة وحاطينهم فوق خط الفقر، وهذا الامر يعني مدركين انه قصد على اساس انه ما يتم إدراجهم على سلم الشؤون. فمشاكل كثيرة عمليا موجودة لنا بالمخيم ولازالت عالقة، وبنشتغل ليل نهار على أساس نحاول نخلص منها. سيكون كبيرا كما يحلم المتعبون، كبيرا كخير بلادي. يداك تلوح للعائدين وتحمل
احنا موجودين في منزل ام محمد سعيد رسرس. ام محمد طبعا هي زوجة فاقدة لزوجها أرملة، بتعيش مع ابنائها الاثنين وبنتها. كان كنا سابقا زرنا بيتها، بحاجة لترميم، بحاجة لاشياء كثير في تصليح فيه، كونها هي امرأة لا معيل لها وليس لديها دخل ثابت. قامت اللجنة ومخيم الصمود وعودة بزيارة بيتها وترميمه. خلينا نتعرف أكثر على أم محمد وعلى وضع البيت في الوضع الحالي. يعطيك العافية أم محمد حبيبتي، وألف مبروك إليك البيت وترميمه. الله يبارك فيك يا رب. نتعرف أول إشي، إحنا ذكرنا أنه عندك ولدين وبنت، إيش أعمارهم؟ عندي البنت الكبير يقين 6 سنوات، وبعديها محمد 4 سنوات، وشريف 2. الله يخلي لك اياها. الله يسعدك. انت فقدتي زوجك من كم سنه؟ العام في شهر 10. كان قديش عمر ابنك؟ كان عمر ابني 11 شهر. 11 شهر. كيف توفى زوجك؟ توفى بحادث سير. الله يرحمه. طبعا انت هلا بتربي اولادك. الحمد لله رب العالمين. كيف عايشه؟ كيف الدخل عليك؟ من وين بتعيشي؟ الحمد لله احنا هسه يعني بيت اهلي، كمان بصرفوا علي اهلي وهيك، والحمد لله رب العالمين ما بتسانى يعني. الحمد لله. الحمد لله. حاولت تشتغلي؟ انت خريجه. انت دارسه وحاصله على شهاده؟ درست وكملت بكالوريوس فيزياء، وهسه بكمل تاهيل تربوي. بس لسه والله ما طلعت ليش وظيفه. ان شاء الله الله كريم. ان شاء الله الله بوفقك يا رب ان شاء الله تحصلي على وظيفه. بيتك كيف كان يا محمد؟ والله بيتي كان، احنا زرنا وشفنا الوضع كيف كان مأساوي. صعب من ناحية صحية، كان صعب من ناحية رطوبة، فيش تهوية فيه. والحمد لله رب العالمين هسه الوضع أحسن كثير من أول. كيف كانوا أولادك عايشين في البيت في ظل الرطوبة والله كانوا يعانوا، يعني كانوا يعانوا من ضيق في التنفس وأزمات وهيك. بس الحمد لله أزمات عدت، يعني ما بحبش إني أتذكرها. أو طيب كيف أنت شفت البيت بعد ما زرتي و الحمد لله رب العالمين استلمتي؟ لأجلني حاسة بالنسبة لما كان في السابق. الحمد لله رب العالمين. طيب شو اكثر شيء عجبك في البيت او ارتحتي انه اكثر شيء؟ انه فتحنا المطبخ، لانه كان مطبخ غرفه صغيره. نعم. وكان الحمام صغير، وفتحنا المطبخ عملناه مفتوح، صار اوسع المطبخ. صار اوسع وصار التهويه اكثر. فبتوقع الرطوبه راح تقل بالنسبه لاو انا شايفه كمان انهم حلوا مشكله الرطوبه بالنسبه للرطوبه للجدران انهم بلطوا لي. فيعني هاي النسبة إنه الرطوبة كانت الجدران ضلها تكت علينا ودهاني ضل كت. بتوقع إنه هسا ما مش راح نعاني من هاي المشكلة. كيف بنتك واللي هي أكبر؟ كثير حابين، كثير حابين الفوار وحابين البيت وحابين يقعدوا فيه. أما بالأول كانوا فترة الترميم. أنت كنت موجودة في بيت أهلك قبل ما يتم عملية الترميم؟ كانوا الأولاد يخافوا لما يجوا هان، لأنه كان مش بس رطوبة، وكان يدخل علينا سوابح، يدخل علينا جرذان وهيك. بس الحمد لله انحلت هاي المشكلة. يا ستي الله يهنيكم فيه إن شاء الله، وإحنا كتير مبسوطين ومسرورين إنكم أنتوا ساعدتوا بالبيت وبالترميم اللي صار فيه. الله يسعدك. وإن شاء الله يا ربي تقدري إنك كمان توجدي شغل في المستقبل إن شاء الله، وتكوني دائما جنب أولادك. خلينا نتفرج مع بعض على البيت. قبل ما نتفرج بدي أتشكر كل شخص ساهم في ترميم هذا البيت، من الرئيس للعمال اللي كانوا واقفينها. نعم. بدي أتشكرهم لحسن تعاملهم، الأمانة إنهم كانوا إخوة. نعم. فشكر جزيل إنهم يعني، ولحسن معاملتهم إنا. شكرا لإلك ولا شكر على واجب حبيبتي. الله يسلم. خلينا نشوف مع بعض البيت ونشوف شو تم. تفضل. وانا
ألف ألف مبروك حبيبتي، وإحنا سعيدين إنك أنت كمان مبسوطة بالدرجة الأولى في البيت وفي التغييرات اللي صارت فيه، والله يهنيك. الله يبارك فيك يا رب، ويسعدك ويوفقك في تربية أولادك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ألف مبروك حبيبتي، وخلينا نودعك حتى أنا انبسطت بشوف الصور. أهلا وسهلا، شرفتوني. يلا سلام. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله يعطيك العافية. بهجة عيسى من مخيم الفوار، احنا موجودين الان في بيتك. حابين اول شيء نتعرف عليك بهجة. اهلا وسهلا. حضرتك انت عبد المجيد سلمان عبد الجواد عيسى، الاسم الرباعي من الفلوجي سابقا، والحين نعم في مخيم الفوار. نعم. ساكن من مهجري قرية الفلوجة. من مهجرين قرية الفلوجة. نعم. مدينة الفلوجة. قديش تقريبا عمرك البركة الحين؟ الله يعطيك العمر الطويل إن شاء الله. أنا تولد 36. 36؟ آه نعم. تولد. يعني زمن الانتداب. آه 36 يعني تقريبا. نعم. 80 سنة، 81 سنة. نعم الحين. نعم، العمر الطويل إن شاء الله والمديد يا رب إن شاء الله. بالصحة وبالعافية. آمين يا رب. تحدثني عن أولادك يا بهجت، وشو الوضع اللي أنت بتعاني منه؟ كم ولد عندك البركة، وكيف الوضع معهم؟ أنا عندي الحين 8 أولاد وبنت. 8 أولاد وبنت. وبنت يعني 9 أولاد. 4 منهم معوقين، والبنت تجوزت برا، والأربعة هذلك واحد أذكو فوق المخيم ساكن من غاد. نعم. وواحد في الضاحية. نعم. وواحد هيو في الجبل فوق. نعم. وهي بهجة وبهجة فيها الحول. الله خلي بس لك إياهم جديد يعني إياهم. الأربعة المعاقين هل كلهم موجودين عندك؟ مات منهم واحد في شهر 3، الحين في 3 يعني. نعم. آه في 3 موجودين هالحين. طب يا بهجة شو وضعهم؟ واحد مات في 8/3/2017، وهذول الأولاد لا بقوم ولا بقعدوا ولا يعني جثة وهامدة، يعني ميت وفي نفس بروح وبيجي وما بتكلموش ولا حد ما حد وما بيقوموا بأي نشاطات. هذول أول شيء، هذول حركية، هذول قروا لصف سادس ابتدائي. كانوا طبيعيين؟ آه قروا لصف السادس ابتدائي. بعدين نعم. ايش ظهر معاهم المرض هذا؟ طب واخذتهم على كل الدكاتره في الضفه الغربيه على عاليه، واخذتهم على الزعتري في نعم. بيت لحم، واخذتهم على عاليه في القدس، وعلى الاميره باسم في القدس. شو كانت النتيجه بالنهايه؟ انه شو وضعهم؟ شو سبب النتيجه في النهايه؟ قعدوا 55 يوم في مستشفى هداسه عين كارم. نعم. وبعد ال 55 يوم وامهم تبات عندهم، في الاخر له بقول لي الدكتور خذ اولادك وروح. بقول له ليش؟ طيب لا اعطيتني جرعه دواء ولا اعطيتني حبه حبوب. الا هو بقول لي انه ما عرفناش الداء تنعطي الدواء.
كنت انت تقوم لحالهم؟ طب ما حاولتش انت توديهم مثلا على مركز، على محل انهم يساعدوك، لانه انت رجل لحالك. وانا شايفه كمان مين هو المركز؟ احد اجاني قال لي بده ياخذوا اولادك عندي وما وديتهم، مش ما حدش اجى علي. اجى علي بقت هذه تبعت خضرة في يطة، بقت تبعت في المكتب العمل تشتغل. قالت لي بدنا نبني في حلحول ما بعرف بيت كاحل، بدنا نبني مستشفى للمعوقين، بتودي اولادك؟ قلت لها تيصير المستشفى بفرجها الله، بوديهم ليش لا؟ ومنها للحين هيها بيجي 10 سنين و12 سنة. وبس ودتهم امهم وهي طيبة على كلية العربية، الكلية في بيت لحم. قعدوا اربعة ايام وروحوا وهم عاودوا، يعني ما حدش بيقبلهم هذول الاولاد الحين. طب انت كيف قدرت تعايش مع هذا الوضع؟ وانا شايفه يعني يا والدي انه بطلع عليك انه كمان انت فاقد لعينك اليمين. كله، وهذه الثانيه دوبك بتشوف فيها، دوبك بتشوف فيها يعني في وضعك هذا دوبني، يعني اللي على الباب ما بفرقش مين هو. طب كيف انت قدرت تقوم فيهم؟ كيف كنت تقيمهم تحطهم تطعميهم؟ ربنا سبحانه بيساعد. طب بالاضافه يعني ايضا من مقومات الحياه الانسان اللي هي شيء لا غنى عنه اللي هي الماديات. احنا لما بنحكي عن الدخل اللي انت في يعني هدول بدهم عنايه، بدهم متطلبات، بدهم اشياء كثيره. انت في هذا السن اكيد لا تعمل. الدخل صحيح؟ الدخل الدخل باخذ من بقوا يعطوني اول الشؤون الاجتماعيه الحكومه السلطه، اول ما اعطوني بقعدوا بيجي اربع خمس اشهر يعطوني 1227 شيكل. الحين كل ثلاث اشهر بعطوني 1090 شيكل، والوكاله كل ثلاث اشهر بتعطيني 750 شيكل. نعم يعني كلياتهم كلياتهم بجنش 1200 شيكل. طب اللي بخش علي شهر. احنا بنعرف انه اجينا على البيت، البيت هلا شايفينه زي ما احنا قدامنا ما شاء الله، في امور كتير متحسنه فيه عن اول. بارك الله فيهم يا شيخ، برنامج مخيم صمود وعوده. نعم ويعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله ربنا بأمن مستقبلهم بخير وسلام وأمان يا رب. نعم. هو يسووا لي هذه المرة، شو سووا لك؟ تلقاني في شتاء بقرأ قرآن في مطر طايح بهمنيش. احنا اجينا عليك وانت بتقرأ قرآن صحيح؟ اه صح، بقول لك هذه سووا الحمام هذاك للأزمات. نعم والحمد لله رب العالمين مشكورين على جوا البيت. عملوا لك اشي؟ عملوا لك اشي جوا البيت؟ البلاط هذا كلهم اللي سووه. البلاط كله، وسووا لي الخزانه هذيك المركب في الحمام في المطبخ. هي اللي هم اللي سووا لي اياها كمان الخزانه، والبلاط هذا دير ما يدور هم اللي سووه. نحكي مع شوي مع زوجتك فاطمه. نعم. فاطمه انت متزوجه ابو بهجت من 12 سنه أو تقريبا. كان كثير اشياء ناقصاك في البيت صح؟ لا الله يكثر خير، هم الحين غيروا البيت كثير، كيف حطوا خزانة وبرطوا الحيطان، بقى دنا رطوبة يصير فيها. كان عندكم مشكلة الرطوبة؟ مشكلة الرطوبة. الحين الله يكثر الله خيرهم يصير هذا يضبطوها كويس، وحطوا العرشية هذه وعملوا لنا الحمام وزفت الدار. الأشياء اللي كانت ناقصة عندك بالبيت والله بقت يعني من حاجة ما جابوا لنا هذول كلهم، اللي الكنبايات بقت بقت ولا مستبدل جايبين اياهم جايبينهم. يعطيكي الف الف عافيه، يجزيك عافيه. قلائل من النساء اللي ممكن ترضى بهذا الوضع وانها تكون عون وسند لزوجها في كبره، الحمد لله رب العالمين، وتخدم في نفس الحمد الوقت ابنائه في هذا الوضع اللي احنا امامه وهذا. فيعطيكي الف عافيه، هذا ندشرهم يعني حرام من قدرك. الله يعطيكي العافيه ويبارك فيكي ان شاء الله. والدي بهجت، نعم احنا طبعا برنامج المخيم صمود وعودة كان رافق الحملة في تقديمها لمنحة السيد الرئيس لكم في الأشياء النواقص اللي تم تزويد بيتك فيها. طبعا ترميم من ترميم البيت للأشياء اللي تم تقديمها هي جزء بسيط حتى يعينك على حياتك انت يا والدي. يعني ما شاء الله عنك، الله يعطيك الصحة والعافية. كنت يعني مثل، احنا كلنا في الحملة بنستغرب، بنطلع عليك باستغراب انك انت بهذا العمر وقادر انك تخدم اولادك، ثلاث ابناء معاقين لإلك بحاجة لعناية بالكامل. كانوا اربعة. نعم أربعة كانوا اربعة.
بهجت اللي هو رجل في 85 تقريبا من عمره وحافظ القرآن كمان. الحاج بيحكي لي الله يبارك فيك يا والدي، وهذا جزء زي ما قلنا بسيط ممكن نساعد فيه من خلال منحة السيد الرئيس وبرنامج المخيم صمود وعودة. أشكرك أشكرك ثم أشكرك. شكرا لله، بارك الله فيك ويسر عليك في الدنيا والآخرة. الله يسعدك يا لك طالبك. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا على الدعوة الجميلة. أنتم الآن مقبلين في مخيم الفوار على عمل مشروع ضخم يعود ريعه فيما بعد لأبناء المخيم من اللاجئين. نتحدث عن قليلا عن هذا المشروع اللي راح يتم بالشراكة ما بين حملة السيد الرئيس المخيم صمود وعودة وأيضا جهات أخرى. نعم صحيح، مشروع منحة السيد رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس حفظه الله ورعاه، ويستحق أن نوجه له الشكر وشعوره الدائم طبعا بموضوع المخيمات. فتم إبلاغنا بمنحة من الرئيس لنعمل لنتصرف فيها لأمر يخص المخيم أو يستفيد من المخيم. وفعلا كان في عندنا احنا فكرة لمشروع بنبحث له عن تمويل. المشروع الهدف منه هو جلب دخل لصالح العام لصالح المخيم للأسر المستورة لطلبة الجامعات لبناء منازل لغير الساكنين لترميم منازل للساكنين وبيوتهم لتصلح للسكن. طيب احنا بنحكي عن المشروع اللي هو امامنا الان. نعم. اللي هو عبارة عن قطعة ارض. نعم كانت صحيح. تستخدم لوكالة الغوث من قبل وكالة الغوث. نعم لاغراض تقديم المؤن والاشياء. صحيح. هلا هذا المكان اللي بنحكي عنه ماذا سيقام مكانه؟ هسا حيقام مكانه في البدايه المكان الارضي. نعم. في قسم لمركز ثقافه الطفل الفلسطيني. منه على الخط مباشر حواصل مخازن زي ما بيحكوا. نعم. بيجوا 8 مخازن تقريبا. هذول للاستفاده لصالح المخيم لدخل لصالح اللجنه الشعبيه. نعم. اضافه لقاعه متعدده الاغراض برضو يستفاد منها، إضافة إلى قسم مكاتب يختص في أطباء تخصصيين خصوصا. نعم. يعني نحاول أن نشجع أطباء تخصصيين. نعم. لأن بنعاني من المشكلة الصحية خصوصا في الوطن ككلها، عيادات يعني محامين أمور زي هيك تخص أبناء المخيم يعني. نعم. بالنهاية وقاعة راح تكون قاعة متعددة الأغراض يعني تستخدم. نعم. للأفراح للأطراح لل. نعم. كل هذا سيعود ريعه لصالح الأسر أبنائي. الأسر المحتاجة. نعم. بكافة أنواع الاحتياجات. طيب بالإضافة إلى عملية الترميم اللي بتقوم فيها هي صح؟ إضافة. نعم صحيح. نفس المنحة تم تخصيص جزء منها لتصليح بعض البيوت بالمخيم. الأولوية كانت لمن؟ شوفي عشان أحكي لك الفكرة بالشكل الدقيق. صحيح. كانت الفكرة بدل استنزاف هذا المبلغ في ترميم البيوت. لا احنا بنحط المبلغ في المشروع والمشروع بيستمر إلى ما لا نهاية في ترميم البيوت. نعم هذا الأفضل كان. صحيح. شكرا. ضيقة سيتسع المدى. بحمد الله أوصلنا الأمانات إلى أصحابها، ومن أحق بمن دافعوا وصبروا وصمدوا في تلبية النداء. برنامج المخيم صمود وعودة كان معكم من مخيم الفوار، فإلى لقاء آخر ومحطة أخرى ونداء آخر.
إلى اللقاء. Ta-ra-ra-ra-ra.